إيه الحكاية؟ مقتل بريغوجين قائد فاغنر في تحطم طائرة كانت متجهة من موسكو إلى سان بطرسبرغ. هذه الطائرة على متنها 10 أشخاص، منهم 7 ركاب وثلاثة الطاقم بتوع الطائرة. ومن المؤكد أن بريغوجين كان قائد فاغنر كان على متن هذه الطائرة. السؤال، هل فعلها القيصر بوتين؟ لو أنتوا رجعتوا الفيديوهات اللي قلناها قبل كده، الفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه عن تمرد فاغنر وعن انقلاب فاغنر، قلنا أن مصير قائد فاغنر بريغوجين هو النهاية، لأن أنت لعبت مع الرجل الكبير، مع الرئيس الكبير، مع بوتين شخصيا، وبالتالي فدي من يعني كانت دي احتمالات، وكان واضح من البداية أن دي نهاية بريغوجين. هم بيظبطوه علشان يمشي لبيلاروسيا وينيم الموضوع شوية. وبعدين إيه اللي حصل النهاردة؟ أنه كان من المؤكد أنه على متن هذه الطائرة، وصرح مستشار الرئيس الروسي، يعني قال كلام إيه، يعني عايز يرمي الكرة في ملعب أوكرانيا. قال لك إن الهدف الأكبر لأوكرانيا هو مقتل بريغوجين، يعني هم عايزين يلبسوها دلوقتي في أوكرانيا. لكن إحنا كنا قلنا قبل كده، ارجعوا للفيديو بتاع تمرد فاغنر وانقلاب فاغنر، قلنا لو ما كانتش دي لعبة يبقى مصير بريغوجين مما لا شك فيه أنه سوف يتم تصفيته. يعني من المؤكد أن بريغوجين كان على متن هذه الطائرة، وبالتالي يبقى برضو من المؤكد أن بريغوجين قد تم مقتله. فهنا ربما فعلها بوتين، وهم هيلصقوها طبعا مين في مين في أوكرانيا. طب مين هو بريغوجين دواتي؟ نظرة خاطفة على حياة هذا الرجل الأسطوري الذي تحدى القيصر بوتين، فكانت تلك نهايته. بريغوجين مواليد 1 يونيو 1961 في سان بطرسبرغ، لأسرة بسيطة فقيرة جدا. أبوه مات وهو صغير، أمه اتجوزت واحد يهودي اسمه صموئيل زاجوري. التعليم اتعلم صيدلاني وتخرج من معهد لينغراد. لقب بطباخ الرئيس لأن المطاعم بتاعته كانت بتقدم وجبات الأكل للرئيس وللضيوف بتوع الرئيس بوتين والملوك والأمراء وما إلى ذلك. يسيطر على مجموعة فاغنر اللي هي لها أعمال يعني خطيرة جدا في جميع أنحاء العالم، هي الذراع الخفية لروسيا، لها أعمال في ليبيا وفي السودان وفي أفريقيا وفي سوريا، وبتستخرج الذهب والماس من أفريقيا. سجن سنة 1979 في عمر 18 سنة لأنه اتهم بالسرقة، اتسجن سنتين ولكن مع وقف التنفيذ. 1981 حكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة بسبب السرقة، فقضى منها 9 سنين. في هذه الفترة التي قضى فيها السجن اتعرف طبعا على ايه، دخل في عالم الإجرام وعالم الجريمة، اتعرف على أعتى المجرمين في العالم، ومن هنا بدأت بذرة تكوين فاغنر. متزوج وزوجته تمتلك متاجر وعنده ولد وبنت، الولد اسمه، البنت اسمها بولينا والولد اسمه بافيل. لما خرج من السجن باع النقانق مع أمه ومع زوج أمه بعد خروجه من السجن، وبعد شوية رح أسس شركة للقمار. شوف بقى، أصلا انت عايز واحد مجرم مثلا يروح يبني جامع مثلا ولا يعمل ايه، ولا يعمل جمعية خيرية، يعني هيعمل شركة القمار. الشركة بتاعت القمار دي شوية شوية كبرت، راح عامل كازينو، بسم الله ما شاء الله، يعني ايه العملية مشيت معاه. ثم عمل البناء وعمل التسوق وعمل التجارة الخارجية. 1995 عمل شركة اسمها كونكورد وعمل مطاعم، المطاعم دي اتشهرت، فكان يروح عنده الرئيس بوتين فحب القصة دي، وكان ياخد عنده مين؟ ياخد عنده أصحابه، ياخد عنده الملوك والأمراء، فأصبح هو إيه؟ طباخ الرئيس من هذه اللحظة، بقي المسؤول عن طباخ الرئيس. شركة كونكورد المملوكة لبريغوجين قائد فاغنر عملت عقود مع الحكومة وعقود مع المدارس وجنت ملايين ملايين الدولارات. في 2012 كانت الصفقة الأكبر في حياته، حصل على عقد من الجيش الروسي بأن هو يزود الجيش الروسي بالوجبات، يعني هو المسؤول عن هو يوكل الجيش الروسي. ده سنة 2012، العقد ده كان بواحد واتنين من عشرة مليار دولار، ومن هنا فتحت معاه. إنما هو أسس فاغنر دي إزاي؟ قلنا لما كان في السجن اتعرف على المجرمين، فابتدى يأسس الشركة بتاعت فاغنر دي، يعني دي شركة للمجرمين، دي شركة للهاربين من العدالة. وعمل عقود مع الحكومة إن هؤلاء المجموعات اللي هو أخدهم وطلعوا من السجن ودربهم، لو اشتغلوا لصالح روسيا سوف تسقط عنهم جميع التهم. وبالتالي راحوا بعتينه فين؟ بعتوه شوية في سوريا
عند الأسد وبعته شوية في ليبيا، وقال إن هو دعم من ابن القذافي سيف الإسلام القذافي في الانتخابات عشان يدعم في الانتخابات، يعني اداله فلوس وبتاعه الكلام دواتي، يعني كل الكلام دواتي موجود ومكتوب وموثق، يعني احنا مش جايبينه من عندنا يعني. وراح طبعا زي ما احنا قلنا ليبيا، وراحوا السودان مع حميدتي علشان يدوروا على الذهب في السودان، طبعا السودان كلها ذهب، وراحوا افريقيا لتحت علشان يروحوا يجيبوا، وفي مالي موجودين حاليا، وراحوا علشان طبعا يجيبوا فيه الماس في افريقيا وفي ذهب وفي وهم بقى الدور الاكبر بقى اللي لعبوه فين؟ لعبوه في الحرب الروسيه، هم اللي سيطروا على مدينه بخموت الاوكرانيه. لما سيطروا على مدينه بخموت الاوكرانيه قال لك ايه؟ الجيش الروسي طلع قال لك احنا اللي سيطرنا على بخموت. فمن هنا بريغوجين زعل، قال لك احنا ازاي، احنا الرجاله بتاعت هي اللي بتشتغل وهي اللي بتسيطر وهي اللي بتعمل واحنا اللي سيطرنا على بخموت، ازاي الجيش الروسي؟ فاختلف مع القاده الروس، ومن هنا اعلن بريغوجين تمرده، وكان على بعد حوالي 200 كيلومتر من العاصمه موسكو، يعني قال لك احنا خلاص بقى احنا. وبعدين الدنيا خربت بقى في الانقلاب دوياتي، حد يتحدى بوتين وينقلب على بوتين. فتدخل الرئيس لوكاشينكو بتاع بيلاروسيا علشان يصلح بينهم، وعمل هذه الاتفاقية وقال ان فاغنر تمشي من روسيا وتروح بيلاروسيا على حدود بولندا، وان بريغوجين كمان هو كمان يمشي. واحنا كنا عملنا حلقة في الوقت دوات، الحلقة دي عملت حوالي 20 مليون مشاهدة، كنا اتكلمنا فيها عن قصة الانقلاب، ولو رجحت الحلقة دي هتلاقي ان احنا كنا توقعنا وتنبأنا ان لم تكن هذه الحكاية عاملينها المخابرات عاملها بوتين مع بريغوجين، يبقى إذن مصير بريغوجين هو إن هو لازم يتصفى، يعني يوما ما في المستقبل. ليه؟ لأن بوتين مش ممكن يسكت على حاجة زي كده، لأن كل واحد هيطلع من الجيش يجي عامل انقلاب، ويطلع مش عارف منين يجي عامل انقلاب، فلازم بوتين المرعب، بوتين الجبار، لازم هيكون له لمسة في اللي حصل ده. يعني مستحيل ان مقتل بريغوجين دواتي في الطائرة، طبعا هم يعني دي حرب فاتقاتل في الطيارة، فهيقول لك الطيارة ضربتها اوكرانيا بطبيعة الحال، لكن العملية هتكون واضحة ومفضوحة ومعروفة للجميع، ان هو عايز يوصل رسالة للعالم كله، فلاديمير بوتين عايز يقول لك هذا مصير من يتحدى القيصر فلاديمير بوتين، هو ده مصيره، نفس مصير بريغوجين بالظبط. وقلنا احنا ان هو طبعا هم اللي استعادوا بخموت، وحصلت الاتفاقية دياتي بتاعت مع لوكاشينكو بتاع بيلاروسيا، وراح هو ايه بعدين اختفى بقى بريغوجين ده، اختفى تماما، محدش بيجينا نسمع عنه، الناس كلها عايزة تعرف بريغوجين راح فين، بريغوجين عمل ايه، ايه القصة بتاعت، محدش فاهم حاجة، بريغوجين اختفى، حصل اتفاق سري بينه وبين بوتين محدش عارف، لوكاشينكو عند لوكاشينكو في بيلاروسيا محدش عارف، راح افريقيا هو لسه متصور صورة اول امبارح وراه الصحراء وبيقول لك احنا ايه، يعني احنا موجودين، يعني يلمح انه موجود في افريقيا، ويلمح انه قد يشارك في موضوع مالي، في موضوع النيجر، ان هو المفروض ان فاغنر هتدعم النيجر ضد تدخل الاكواس. فشوف المواضيع متشابكة ازاي، وشوف المواضيع داخلة في بعضها ازاي. فايه اللي بيحصل دوياتي؟ ليه اشمعنا هذه الطيارة اللي ركب فيها بريغوجين هي اللي انفجرت؟ يعني الامور هنا ايه، تديك ملمح واضح ان بوتين عايز يقول للعالم انا موجود، مفيش تمرد خارجي ولا داخلي الا اني لازم اسيطر عليه، هذا هو بوتين الثعلب القيصر المرعب. دي كمان رسالة بيوجهها الامريكا، ان هم ما يحاولوش يلعبوا في السي اي اي، ما يحاولوش يلعبوا ويجندوا حد من روسيا، رسالة بيوجهها الاتحاد الاوروبي، انتوا مش جدي يعني ما تلعبوش معايا، العبوا مع اللي في سنكم، رسالة كمان بيوجهها الاوكرانيا، اني اما فيش حد يقدر عليا سواء داخليا او خارجيا، والحرب في اوكرانيا هنكسبها بدليل ان احنا خدنا بخموت وخدنا مدن اخرى وشبه جزيرة القرم. فشوف يعني الأكيد إن بريغوجين كان على متن هذه الطائرة، لكن لسه ما أعلنوش رسميا مقتل بريغوجين، يعني ما فيش إعلان رسمي. طب يعني الأمور واضحة، هل أنت تعتقد إن بريغوجين قتلت أوكرانيا؟ طبعا أنا شخصيا أستبعد ده، لكن أنا عايز رأيك أنت، هل تعتقد أن هذه هي الرسالة التي أراد أن يوصلها فلاديمير بوتين، أنه هذا هو مصير من يتحدى القيصر بوتين، بوتين قيصر روسيا العظمى؟
فأنا عايزك تكتب لي في التعليقات أنت إيه رأيك في تحطم هذه الطائرة؟ هل تحطم الطائرة دياتي من قبيل المصادفة؟ هل أوكرانيا هي اللي رصدتها وضربتها؟ طب إحنا ليه ما سمعناش قبل كده أن أوكرانيا ضربت طيارات؟ أول مرة نسمع أن أوكرانيا ضربت طيار. دي الدفاعات الروسية من أقوى الدفاعات في العالم. يعني إزاي أوكرانيا بتشتغل غيب المسيرات وما عندهاش طيارات، أما تبوس إيد أمريكا كده عشان تديهم F-16 عشان يبقى فيه يعني ما بينها وبين سخوي، يعني سخوي 35 في توازن في القوة. فهل اغتلت أوكرانيا؟ هذا مستبعد. يبقى هل تعتقد أنت أن هذه الضربة جاءت من بوتين لتصفية بريغوجين قائد فاغنر ليوصل رسالة للعالم ويقول أنا القيصر؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات وشكراً.